كنا نتحدث في آيات من سورة صاد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، شرحنا. ومن الأمثلة على كونه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. إذن هو عبر عندما استعرضت الخيل أمامه، وقلنا ليش صافنات وليش جياد، تحدثنا هو المشاعر الفياضة هذه، حيث أنه أحب حب الخير النابع عن ذكر الله، والخيل تذكره بالله، وفصلنا في الموضوع. ولكن عندما توارت بالحجاب، وبينا بأنه الحجاب هو ستار صح، ولكن بيحمل معنى آخر اللي هو معنى المنع. يعني إيش الفرق بين الستر والحجب؟ الستر بس بيمنعك تشوف، لكن الحجب عفوا يعني ممكن يمنع أمور ثانية. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. الحجاب هذا إيش مهمته؟ والحاجب إذا مش بس بيختفي، وفي إشي بيمنع، وأكيد الشيء اللي أنت ممكن تتفاعل معاه وهو أمامك لما بغيب، هالإحساس الفياض هذا اللي كنت تحس فيه ممكن إيش يروح. الغيبة نفسها تمنع إنك تبقى مستمر على تفاعلك. هذا الكلام كله طبعا تحدثنا فيه في التفصيل. فقال إني أحببت حب الخير، وقلنا في حب خير وفي حب شر. الحب إذا كان نابع عن ذكر الله فهو بده يكون حب خير. إني أحببت حب الخير عن، وقلنا عن هنا زي ما نقول فلان يتكلم عن علم بشك، وعن معرفة أحبه عن معرفة يعني لأني بعرف بشك. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وقلنا تعبير حتى توارت بالحجاب هو استمرار لكلام سليمان. وموضوع توارت الشمس ولا غير الشمس هذا كلام حتى توارت بالحجاب ردوها علي، اللي هي ايش؟ الخيل. فردوها بدليل فطفيقة، استخدام الف. لو كان ردوها علي وطفيقة معناته في قضيتين، طلب انهم يردوها وطفق، ما استناش عبين ما يردوها، لا هو ردوها علي فطفق معناته ردوها فطفق. مسحا اقوى من قضية فطفق يمسح. فطفق لو قيل فطفق يمسح في اقوى منها. طفق مسحا ايش يعني؟ يعني انت مجبر انك تقدر محذوف. فطفق يمسح مسحا، يمسح ايوه، كيف لما نقول ضربه ضربا، اكله اكلا، الدينات يعني بشيك ايش هون واضح. فلذلك فطفق مسحا يعني فطفق يمسح مسحا. وبينا قضية المسح اللي هو اصلا معتاد في موضوع التودد للخيل والاعلان عن حبها، انه بكون المسح اين غالبا؟ على السوق، خصوصا اذا كانت راكضة، هذا على السوق في نوع من ازالة التوتر، وعلى اعناق. واللي بربوا خيل بيعرفوا تماما انه في حركات مرات بتستفزها، لا وفي حركات لا بالعكس بتخليها، وبالذات المسح بخليها تهدى. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أما ما سوى ذلك من أقوال وردت في كتب التفسير فهذا لا يستند إلى أي دليل، ويعني أقوال غريبة جدا أحيانا تقال من غير دليل، ولا يجوز أنه نقول قول في القرآن من غير دليل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق.